فوكس اليوم مع بي واي دي وسياره كثير حلوه سيدان جي 3، وبدي رحب اكيد مره جديده بوسام عبد النور سيس كونسلتنت، والشركه اكيد يلي تملك بي واي دي او اكيد بكره الحصري تبع بي واي دي ان ايجن موتورز. اهلا وسهلا فيك وسام. اليوم عم نحكي عن سياره كثير حلوه، بس قبل هيك تنعرف اكثر عن بي واي دي تعطينا هيك فكره عن عالم بيلد يور دريمز. بيلد يور دريمز هي بي واي دي، هي اختصار تبع بيلد يور دريمز. بي واي دي هي شركه انترناشونال، الهيد اوفيس تبعها هي بتشاينا بالصين، شركه صينيه. اذا ما نحكي عن السيارات اللي عندهم اياهم اللي نحن الوكاله تبعهم هون، هن بيشتغلوا سيارات ملك صينيه بتنجمع بالصين، بس بيشتغلوا على ميكانيك ياباني. اوكي. سو مثل جي 3 مثلا عندها تو انجن، عندها انجن 1.5 لتر وعندها انجن 1.8. هن اذا بدك تقريبا سيم انجن تبع ميتسوبيشي لانسر. اوكي. عندنا منها مانوال ترانسميشن وعندنا منها اوتوماتيك. سو سيارة صينية بس جامعة اكيد تكنولوجي تبع العالم كله. هي من اليابان. بنحكي اكثر شيء جابانيز بكهرباء بوش، بطاريتها فارتا. سو اخذين براندات مهمة شغلينها وجامعينها اذا بدك بالصين. الجي 3 وعندهم شغلة كمان انه بيشتغلوا على سيفتي كثير. اوكي. سو بكل السيارات عندنا في عندنا اير باكس، في عندنا اي بي اس، في عندك الاي بي اس تبع الاي بي دي كمان مع الاي بي اس. الجي 3 ال 1.5 تيجي مانوال، 1.8 اوتوماتيك 6 سبيد اوتوماتيك تيبترونيك، فولي لودد سياره فيها سنسورز، فيها ليد لايت قدام وورا، جنوطها 15 انش، اربع فران ديسك، فيها اربع ازاز كهرباء، مراياتها كهرباء مع اشارات بالمرايات، عندنا فوغ لايتس من قدام، في عندنا هي سمارت كي، يعني اذا بدك تعمل مسكه الباب في عندنا لوك انلوك من برا. اذا بنفوت على شكلها كثير معاصر كثير حلو صحيح، وحتى بالضوء من قدام شغالين على اللايتنج يكون مجال تبعه عالي. عم نشوف الصن روف اكيد ما عم تقول اكتف ستيرنج ويل، هلا رح نشوفها اكتف ستيرنج ويل، فيها صن روف، فيها ليذر سيت، فيها تو اير باج، اي بي اس مع اي بي دي، لايت سنسور، كمان كنا عم نقول مراياتها كهرباء الكتريك ميرز، حتى شغالين على الديتيلز الصغار يعني مثل باكتس محطوطين حتى تقدر تحط اغراضك فيهم، كروم حول تبع الجير شيفت بالتبع الاي سي كمان عليهم كروم. سو شغالين على كواليتي محدده كمان، كواليتي عاليه، وسياره مكفوله 5 سنين او 100,000. ونحن بنحب نطمن الزبونات على طول انه اوكي يمكن براند جديد صار لها 3 سنين بلبنان تقريبا، لكن بس صار في سر، بس صار في يعني الزبون اللي عم بيجربنا ما عم بيكون زعلان من شيء، بالعكس في عندي زبونات حتى رجعوا اخذوا غير سيارات لقرايبينهم ولقلهم. وثاني شغله صار في عندهم ثقه بالوكيل. صحيح. لانه نحن يعني نحن جروب تقريبا اكبر جروب بلبنان، عندنا كيا، بيجو، ستروان، ميتسوبيشي، سيات، بي واي دي، كهولدنج كومباني عم نحكي عن ايجن موتورز، لانه نحن جروب داغر. اوكي. ومكفوله كنا عم نحكي السياره، كل شيء سبير بارت لهم موجود ان ستوك، ما في شيء بقى نطلبه من برا، سيرفيس تبعهم مع بيجو على كورنيش النهر نفس الجراج. عم نحكي افتر سيف سيرفيس مهم جدا لكل الاشخاص اللي بيشتروا بي واي دي، عم ياخذوا كمان سعر وكواليتي كثير مهمين، وبنفس الوقت سبير بارتس مش مضطرين يفتشوا وين ما كان، مزبوط. موجودين كمان عندكم بالشوب. مش بتواجه مشكله حتى يعني بالعالم بتخاف من سعر تبع الشركات. اوكي. تقريبا اذا يعني انا تقريبا في اكد لك انه البي واي دي هي ارخص قطع بقلب شركه معقول تلاقيها. بيرفكت. عن جد وسام عم يعني عم نشوف سيارات جديده وافكار جديده، بدل ما اكيد دائما نروح على سيم براندز. بي واي دي جي 3 موجوده عند لكم بالشورومز يلي موجوده فيها، موجودين بعبده على طريق الشام دمسكس مين رود، في عندنا سب ديلر بمرجعيون، وفي عندنا بقعات الشوف. بيرفكت. سعرها للجي 3 ما عرفنا عليها كمان وارنتي. مزبوط. كنا بنحكي وارنتي، الوارنتي على فكره بتغطي موتور، فيتاس وكهرباء حتى. بيرفكت. سعرها للجي 3 9400 قبل التسجيل التبعي. واو، صراحه توقعت تكون بالقليله 15 مفتوحه، عم تقول 9000. يعني اذا بدك تاخذ الفولي لودد هلا عاملين عليهم اوفر مع تسجيل واتفقوا وكل شيء معقول يلحق اون ذا رود، ما بتوصل ل 15000 كمان. يعني شو بدي اقول لكم، اكيد اذا على بالكم تعرفوا اكثر عنا مثل ما قال لكم وسام، زوروا الشور وشوفوا السياره، تعرفوا عليها اكثر عن قرب. نحن اكيد بنشوفكم دائما بحلقات توب فوكس حتى كمان تعرفوا على السيارات الجديده. انا وسام بقول لكم باي وشوفكم لاحقا.